برج الميزان. مولود برج الميزان، الضغوطات المالية اللي قطع فيها بالسابق رح يعرف يلاقي لها حلول، إن كان بتعويض مالي، بحقوق، بإرث، بشيء، لأنه مبين الميزان المالي عنده رايح باتجاه إيجابي. بس أهم شيء ما يصرفه كيف ما كان ويعمل كنترول، لأنه مولود برج الميزان ما عنده إدارة مالية. بتعرف شو عم بيقولوا لي بالرجي؟ الله يشبعك. أنا هالقد بحب المصاري من باب الرفاهية مش أكثر. من باب الرفاهية صح. نعم صح. فمشان هيك بقول أنا أنه في عنده تغييرات بوضعه المالي، بس يعمل ضبط لميزانه المالي ويعمل كنترول عليهم. ما بيقدر، لأنه برج الميزان ما بيقدر، ما بيقدر، ما في إدارة مالية. ومش بس هيك، مفروض أنه حدا عنده بيوثق فيه ومقرب منه هو يمسك زمام الأمر من الناحية المالية. وتغيير عتبة بيت بانتظار مولود برج الميزان، وحتى أموره العاطفية ابتدأ أنه يكون راضي عنها. حلو كتير. بدي أروح للأسوأ شيء ببرج الميزان. شو الأسوأ شيء ببرج الميزان؟ هو الوضع العائلي. يعني ممكن يكون الوضع العائلي منه كثير مريحه، وأمام متابعة طبية. ولكن بقول لهم من الآخر لمولود برج الميزان، ما يتوسوس، وخصوصا على الجهاز الهضمي تبعوله.